في تضامن شعبي واسع مع معاناة الأشقاء في قطاع غزة، تم تنظيم حملات للتبرع بالدم بمحافظات الجمهورية لصالح الشعب الفلسطيني، ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة. جاءت الحملات تحت شعار كتفنا في كتف أهلنا في فلسطين، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. وأعلنت مؤسسة حياة كريمة مشاركتها في الحملة الشعبية من أجل التبرع بالدم لأشقائنا في فلسطين، وذلك ضمن حملة شعبية موسعة انطلقت الجمعة الماضية في كافة محافظات الجمهورية. مهمة جدا بالنسبة لنا كشعب مصري وكشباب مصريين ان احنا نقف جنب اخواتنا الفلسطينيين في قضية التبرع بالدم. دي اقل حاجة ممكن ان احنا نقدمها لهم في القضية الراهنة في الوضع الحالي. طبعا دي فرصة كبيرة ان احنا نقدر نشارك بدمائنا وقلوبنا مع الاخوة في فلسطين. دي كانت فرصة كبيرة، طبعا بنشكر القائمين على التنظيم لإتاحة الفرصة دي. اقل ما يمكن ان نقوم تقديمه للاخوة في فلسطين يعني ان احنا نقدم دمائنا ليهم. نقدم كل الدعم لاخواتنا في فلسطين، وطبعا تماشيا مع اتجاه الدولة في دعم اخواتنا الاشقاء الفلسطينيين في قضيتهم، وربنا ينصرهم طبعا ان شاء الله يعني. وبنحاول يعني نكون داعم ليهم قدر الإمكان في أي حاجة إن شاء الله هم يكونوا محتاجينها. الحملة دي الهدف منها مساندة ومساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق في اجتياز المحنة الكبيرة اللي بيتعرض ليها. فإحنا النهاردة كشباب حياة كريمة بنشارك التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي من خلال القافلة، إحنا بنشارك بالتبرع بالدم أيضا بتنظيم عملية التبرع بالدم في محافظة الإسماعيلية، طبعا بالتبرع للدم لصالح الشعب الفلسطيني أشقائنا. وكالعادة تتألق إسماعيلية طبعا يعني ملحمة ورانا كبيرة جدا يقودها أهم حاجة الشباب. أنا حضرتك جيت النهاردة يعني أتبرع بالدم، لأن دي أبسط حاجة إن هي نعملها، وأقل القليل إن هو يتعامل مع أهل فلسطين. يعني في النهاية إحنا دمنا واحد،